أعزائي الطلاب، أرحب بكم أجمل ترحيب، ومع درس جديد من دروس التعلم عن بعد لمادة اللغة العربية. عنوان الدرس: القراءة، الشراع الأبيض، الجزء الثالث، لطلاب الصف الخامس. فهيا بنا. أتوقع من طالب النجيب في نهاية هذا الدرس أن يقرأ القصة قراءة جهرية صحيحة معبرة عن المعنى، وأن يشتق كلمات جديدة من جذر الكلمة اشتقاقا صحيحا، وأن يحدد عناصر القصة تحديدا مناسبا، وأن يعلق على بعض الأحداث في القصة موضحا رأيه. عزيزي الطالب، افتح كتاب اللغة العربية واقرأ درس الشراع الأبيض قراءة جهرية سليمة كما تعلمنا سابقا. بداية، عزيزي الطالب، ذكرنا بأحداث قصة الشراع الأبيض التي درسناها في الجزء الثاني. الحدث الأول: أحسنت، قراءة منصور قصة عن رحلات البحار ماجلان وصنعه قاربا ورقيا له شراع أبيض. الحدث الثاني: ممتاز، تحرك القارب وطلبه من منصور الذهاب به إلى البحر. الحدث الثالث: أحسنت، ابتعاد القارب بصحبة منصور عن الشاطئ ورفضه طلب منصور بالعودة لإحضار أهله وأصدقائه. الحدث الأخير: رائع، استيقاظ منصور من نومه وتمزيقه القارب الورقي. بعد قراءتك الجهرية للدرس ومراجعتنا أحداث القصة، ننتقل إلى الاشتقاق، ولنتعرف إليه أكثر تأمل معي الجمل الآتية: كانت أمنية منصور أن يمتلك قاربا صغيرا. اقترب من الله في الرخاء يعرفك في الشدة. صلى خليفة الظهر في المسجد القريب من بيته. احترام الأقارب من أخلاق المسلم. والآن حدد الكلمات المتشابهة لفظا في الجمل المقابلة. الكلمات هي: قاربا، اقترب، القريب، وأخيرا الأقارب. ما هي الحروف الأصلية المشتركة في هذه الكلمات؟ فكر جيدا. رائع، الحروف هي القاف والراء والباء، وهي جذر جميع الكلمات. ماذا نستنتج من هذا عزيزي الطالب؟ أحسنت، نستنتج أننا نستطيع أن نصوغ من الكلمة الواحدة كلمات كثيرة من خلال زيادة بعض الحروف، وكل كلمة جديدة لها معنى جديد. وهذا مثال آخر على الاشتقاق من الجذر كتب، نريد أن نشتق منه كلمات أخرى بمعان جديدة. استفد من الصور ثم أوقف المقطع وطبق. هل انتهيت؟ أحسنت، الكلمات هي كاتب، مكتبة، مكتب، كتاب. ويمكن أن نشتق كلمات أخرى من الجذر كتب مثل كتاب ومكتوب. والآن أوقف المقطع وطبق ما تعلمته بالإجابة عن هذا السؤال وحدك. عزيزي الطالب، أنهينا الاشتقاق وننتقل إلى عناصر القصة. للقصة عناصر لا بد من وجودها حتى تكون القصة مكتملة ورائعة،
فما رأيك أن نتذكر معاً هذه العناصر؟ عناصر القصة هي الحدث الرئيس، والزمان، والمكان، والشخصيات الرئيسة، والعقدة أو المشكلة، وأخيراً الحل. والآن لنحدد العناصر السابقة على قصة الشراع الأبيض. هيا بنا. الزمان، أحسنت، وذات يوم. المكان، أحسنت، المنزل، والدليل على ذلك ليجد نفسه بين ذراعي أمه. ويوجد مكان آخر وهو عرض البحر. ثم الشخصيات، وعندنا في القصة شخصيتان، هما منصور والقارب. ولاحظ أن القارب تجسد كأنه شخص يتكلم. ثم بعد ذلك الحدث الرئيس، ولا تنسى أن الأحداث في القصة كثيرة، ولكننا نريد الحدث الرئيس، أي أهم حدث أثر في القصة، وهو أحسنت. راح يصنع قارباً ورقياً له شراع أبيض. ثم بعد ذلك المشكلة أو العقدة، ونعني بها بلوغ الأحداث ذروة تأزمها. رائع! لكنه فوجئ بعد قليل بأن القارب قد ابتعد كثيراً عن الشاطئ، فأحس بالوحدة والوحشة وصاح به: عد بي أيها القارب. وأخيراً الحل، ونعني به الخاتمة وكيف انتهت القصة، وهو أحسنت. صحى منصور من حلمه. والآن أوقف المقطع وطبق ما تعلمته من خلال الإجابة ثم التحقق من صحتها. والآن عزيزي الطالب، أريد منك أن تتخيل نفسك في مقابلة، وأنا المذيع، وسأعرض عليك سلوكين لمنصور، وأريد منك أن تقدم إجابات إبداعية لها. السلوك الأول: حمل منصور القارب وذهب إلى البحر. على ما يدل هذا السلوك، وما رأيك فيه؟ فكر جيداً. أحسنت، يدل على حب التجربة والاستكشاف، وقد أعجبني هذا السلوك، لأن حب التجربة والاستكشاف من صفات الطالب الذكي. السلوك الثاني: صاح منصور قائلا: عد بي أيها القارب. فكر جيدا. رائع، يدل على خوفه وندمه، لأنه فكر في نفسه فقط، وقد أعجبني هذا السلوك أيضا، لأنه لم يستغن عن أهله وتراجع عن الخطأ، والاعتراف بالخطأ فضيلة. والآن طبق ما تعلمته، أوقف المقطع ثم أجب وتحقق من إجاباتك. وهذا السؤال متروك لك ولإبداعك، اقرأه جيدا ثم أجب. وختاما،
ها قد وصلنا إلى نهاية الجزء الثالث من قصتنا الجميلة، بعد أن قمنا بالعديد من الأشياء الرائعة ووظفنا المهارات العديدة، فقرأنا الدرس قراءة جهرية صحيحة، ثم اشتققنا من الكلمة الواحدة كلمات كثيرة، ثم حددنا عناصر القصة، وأخيراً علقنا على بعض سلوكات منصور في القصة. وإلى اللقاء.